أهلا وسهلا بكم في مقرر الهندسة التفاضلية، المحاضرة رقم 7. سوف نتكلم أيضا عن إعادة التمثيل البارامتري للمنحنى. أخذنا في المحاضرتين السابقتين كيف أنه يمكن إعادة تمثيل منحنى وليكن ألفا من الآي إلى الآر إن. قلنا أنه يمكن تمثيله إعادة تمثيله باستخدام المنحنى، تمثيل بارامتري اللي هو بيتا من الجي إلى الآر إن. وذكرنا أنه يمكن إعادة تمثيله متى؟ إذا وجدت دالة تقابل تفاضلية اللي هي سميناها الفاي. الفاي ماذا تفعل؟ تربط بين المجال البيتا ومجال الاي، يعني تاخذ الجي وتوديها الى الاي. الثيتا يجب ان تكون تقابل ويجب ان تكون تفاضلية، وكذلك طبعا بما انها تقابل يعني الانفيرس او الدالة العكسية من الاي الى الجي ايضا موجودة، ونشترط ايضا ان تكون تفاضلية قابلة للتفاضل. اذا هذا هو تعريف اعادة التمثيل. واخذنا التعريف واخذنا مثال عليها، ثم اخذنا نظرية انه أي إعادة تمثيل بارامتري للمنحنى المنتظم هو أيضا تمثيل منتظم. الآن لو كان المنحنى هذا تمثيل بارامتري لأي باراميتر وليكن تي، الآن أنا أريد أن أمثله باستخدام ماذا؟ باستخدام طول القوس. باستخدام طول القوس S. متى أعرف أنه إذا كان ألفا تمثيل بارامتري لمنحنى باستخدام أي باراميتر، قد لا يكون الإس، قد لا يكون طول القوس، متى أعرف انه يوجد له اعادة تمثيل باستخدام طول القوس؟ يعني الالفا هذا انا بعيد تمثيله باستخدام البيتا، لكن البيتا ايضا الباراميتر المستخدم هو طول القوس S، يعني ليست فقط مجرد اعادة تمثيل، هي إعادة تمثيل باستخدام طول القوس. متى؟ رح ناخذ اليوم نظرية تقول لك انه اذا كان الالفا، هذا الالفا منحنى منتظم، اذا بالتالي يوجد إعادة تمثيل باستخدام طول القوس، يعني انه البيتا راح يكون الفا اوف تي، حيث الاس هو طول القوس. نفس الشيء اذا وجدت او اذا وجد اعادة تمثيل باستخدام طول القوس، هذا يعني ان الالفا مليون في المية راح يكون منحنى منتظم. إذا كان معنا المنحنى ألفا، إذا نقول أن البي باستخدام الإس هو إعادة تمثيل لألفا إذا وفقط إذا كان الألفا منحنى منتظم. الألفا منحنى منتظم، إذا راح يكون له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس. كذلك إذا وجدنا للألفا
إعادة تمثيل باستخدام طول القوس، إذن راح يكون الألفا منتظم. وهذا هو نص النظرية اللي راح نتكلم عنها الآن. التمثيل البارامتري لمنحنى ألفا يوجد له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس بيتا، متى؟ إذا وفقط إذا كان المنحنى ألفا منتظم. إذا كان المنحنى منتظم، هذا يضمن لي أنه يوجد إعادة نستطيع تمثيله باستخدام طول القوس. هذه معلومة المفروض الآن تعرفها، أنه إذا كان مجرد ذكر أن المنحنى ألفا منتظم، هذا يعني أن له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس. كذلك العكس، أنه إذا كان لمنحنى ما إعادة تمثيل يمكن تمثيله باستخدام طول القوس، إعادة تمثيله باستخدام طول القوس، إذن هذا المنحنى الأصلي راح يكون منتظم. طيب كيف نثبت هذه النظرية؟ أولا نفرض أن المنحنى ألفا له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس، يعني نريد أن نثبت هذا الاتجاه. نفرض أن لدينا منحنى ألفا، ونفرض أيضا أنه يوجد له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس، وإعادة التمثيل هو البيتا إس. ما هو المطلوب؟ المطلوب أن نثبت أنه الألفا منحنى منتظم، هذا هو المطلوب وهذا هو المعطى. إذن المعطى أنه المنحنى اللي هو ألفا له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس، هذه المعلومة اللي أنا أعرفها كمعطى. ما هو المطلوب؟ أنه نثبت أن الألفا موجود في المعطيات أنه منحنى منتظم. طبعا المعلومة الموجودة عندي أن له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس. طبعا ماذا تعني إعادة تمثيل باستخدام طول القوس؟ نفس التعريف السابق اللي تكلمنا عنه في بداية هذه المحاضرة، يعني معنى البيتا، البيتا راح يكون معرف من فترة جي إلى الار ان، حيث الفاي اس تساوي التي، حيث التي تنتمي إلى الآي والاس تنتمي إلى الجي. تذكر أن الألفا من الآي إلى الآر إن. طبعا كلمة إعادة تمثيل يعني أنه فيه زي ما أخذنا وعدناها مرارا وتكرارا، أنه في دالة جديدة، دالة تفاضلية تقابل، لها دالة عكسية قابلة أيضا للتفاضل، بحيث أنه تأخذ الجي وتوديها إلى الآي، بحيث أنه صورة كل عنصر في الجي راح يكون موجودة في الآي. هذه ماذا تفعل الفاي أو الفاي؟ نعم، تأخذ كل عنصر S بحيث الS ينتمي إلى الجي، تأخذ الجي وتوديها إلى الآي، صورة الS مساوية للتي. طبعا بما أنها البيتا إعادة تمثيل، إذن يمكن أن تكتب بهذا الشكل، يمكن أن تكتب بهذا الشكل زي ما أخذناها في التعريف. البيتا إس ماذا تساوي؟ ألفا أوف تي. أيضا هذا هو تعريف إعادة التمثيل. إلى الآن فقط كل ما نذكر هو عبارة عن معطيات واستخدام تعريف إعادة التمثيل. الآن نشتق باستخدام الاس. نشتق البيتا بدلالة الاس، أيضا تساوي دي ألفا
دي اس نشتق بدلالة نشتق ستار بدلالة الاس، لكن من قاعدة السلسلة ممكن دي اس حطه هنا ودخل دي تي على دي تي، هنا على دي تي بالدي تي، هذه قاعدة السلسلة، يعني صارت بهذا الشكل دي بيتا على دي اس تساوي دي الفا على دي تي على دي اس. انا اشتقيت بالنسبة لاس لكني دخلت دي تي. الان ناخذ طول كل مقدار، ناخذ الطول راح يكون عندي بهذا الشكل دي بيتا على دي اس تساوي دي الفا على دي تي مضروبة في الدي تي على الدي اس. طبعا بما ان البيتا ممثل باستخدام طول القوس، ماذا يعني؟ يعني ان طول المشتقة الاولى تساوي الواحد، يعني هذا المقدار راح يكون مساوي للواحد. تخيل انه الاكس ضرب الواي يساوي الواحد، هذا ماذا يعني؟ يعني انه اكيد الاكس لن يساوي الصفر والواي لن يساوي الصفر لانه حاصل ضربهم مساوي للواحد. هنا بنفس نستخدم نفس الشيء، يعني انه هذا المقدار لا يساوي الصفر، هذا المقدار ايضا لا يساوي الصفر. لماذا؟ لانه حاصل ضربهم راح يساوي الواحد. اذا اللي يهمني هو هذا المقدار، اي ان دي الفا على دي تي لا يساوي الصفر، يعني ان دي الفا على دي تي نفسه الطول المتجه لا يساوي الصفر، يعني ان المتجه نفسه متجه غير صفري، وبالتالي هذا يعني ان الالفا منحنى منتظم. لأن نعرف انه الالفا متى يكون منحنى منتظم، اخذناها في تعريف في بداية المقرر، منحنى يكون منتظم متى؟ اذا كان دي الفا على دي تي لا يساوي الصفر، وهذا هو الشيء اللي اثبتناه. طبعا متى يكون المنحنى ممثل باستخدام طول القوس؟ هذا تعريف اخذناه اذا تذكرون، لما تكون المشتقة الاولى لا تساوي الصفر. انا المنحنى اللي عندي هو البي اس ممثل باستخدام القوس، اذا هذا يعني انه دي بي على دي اس تساوي الواحد، اللي هي طول البي شرطة، وهو نفس الشرط اللي استخدمناه باللون الأصفر. البي ممثل باستخدام طول القوس، يعني إن المشتقة الأولى للبيتا بالنسبة لإس يساوي الواحد. طيب إذا أثبتنا هذا الاتجاه، الآن نثبت الاتجاه الثاني. نفرض أن المنحنى ألفا منتظم ونريد إثبات أنه يوجد له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس. نفرض أن المنحنى منتظم، هذا هو المنحنى ألفا منتظم، ما هو المطلوب؟ أن له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس. يعني الآن إذا كان الألفا معرف من الآي إلى الآر إن، المطلوب هو إيجاد بيتا من الجي إلى الآر
ان، هذا هو المطلوب. نوجد بيتا، مطلوب نوجد بيتا من الجي الى الار ان، وعلشان نوجد بحيث يكون إعادة تمثيل، حنا نبحث عن البيتا الآن، وليست أي بيتا. بيتا طبعا علشان نوجد إعادة تمثيل يعني لازم يكون عندي دالة، والدالة هذه تربط بين الجي وبين الآر. طبعا نعلم أن طول القوس دالة طول القوس أخذناها سابقا أنه الـ ST هي عبارة عن التكامل من T0 إلى T للألفا U شرطة ألفا شرطة U DU. طبعا أخذنا فيما سبق أنها دالة تفاضلية، لأنه لو دخلنا أخذنا مشتقتها بالنسبة للتي من نظرية التفاضل، النظرية الأساسية للتفاضل راح تكون عبارة عن الاس شرطة هي عبارة عن دي اس على الدي تي، وهي تساوي المشتقة الأولى. قلنا أنها دائما أكبر من الصفر، لأن طول المتجه منتظم، أو نعم الألفا منتظم أي أنه لا يساوي الصفر. هذه المعلومة أخذناها من كون الألفا منتظم، يعني أنه لا يساوي الصفر، وطول المتجه لأن هذا عبارة عن متجه لا يساوي المتجه الصفري لأنه منحنى منتظم. بما أنه لا يساوي المتجه الصفري إذا يعني أن الطول لا يساوي الصفر، ودائما طول المتجه أكبر من الصفر. إذا الدالة تفاضلية ومشتقتها أكبر من الصفر. طبعا نعلم من التفاضل نعلم أن أي دالة تفاضلية راح تكون دالة متصلة، لأن كل دالة قابلة للتفاضل هي دالة متصلة، وكذلك التزايدية لأنه الألفا راح تكون لأنه طولها أكبر من الصفر، اللي هي المشتقة الأولى أكبر من الصفر، هذا يعني أنها دالة تزايدية فعلا. ونعلم أن أي دالة تزايدية مطلقا هي راح تكون دالة تقابل. إذا الاس الدالة الاس طبعا هنا الاس راح تكون معرفة من الاي الى الجي، لأنه هنا في حدود تكامل راح تستخدم التي، والتي هو معرف من الاي، اذا هي معرفة من الاي الى الجي، بل ان الجي الناتج راح يكون من صفر الى المالا نهاية. حيث ان الاس اوف تي يساوي سمول اس. ومن نظرية الدالة العكسية الدالة S اللي هي الدالة المتصلة التزايدية اللي قلنا هي عبارة أيضا تقابل، لها دالة عكسية تفاضلية ونسميها الفاي، اللي هي عبارة عن الدالة العكسية للS. طبعا لاحظ الS تأخذ التي اللي هي موجودة في الآي وتوديها للفترة جي، طبعا هي تبدأ من صفر إلى المالا نهاية. الفاي هي العكس، تأخذ أي عنصر في الفترة هذه وتوديها للآي.
إذن وجدنا دالة تقابل تفاضلية ولها دالة عكسية أيضا تفاضلية اللي هي البيتا الجي إلى الار ان، وبالتالي يمكن تعريفها بهذا الشكل اللي هو البي اس اللي هي إعادة تمثيل باستخدام طول القوس هو عبارة عن ألفا أوف تي، والتي هذه بإمكانك تشيلها وتحط مكانها الفاي فاي اس. إذن اللي هو نفس الكلام هذا. إذن إذا كان المنحنى منتظم فإنه يوجد له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس. كيف أثبتناها؟ استخدمنا الدالة التي تربط بين الآي والجي عبارة عن الدالة العكسية لدالة طول القوس. وعلشان نثبت أنه فعلا البيتا هي فعلا تمثيل باستخدام طول القوس، فقط نوجد نشتق بالنسبة للتي. لدينا بيتا اس تساوي الفا اوف تي. نشتق الآن باستخدام ماذا؟ باستخدام طول أو باستخدام التي، دي بيتا على الدي تي تساوي دي ألفا على الدي تي اللي هي نفس هذه. طبعا ممكن الآن عشان أخليها نفس المكتوب أدخل، لأن قلنا على الدي تي، الآن أدخل دي اس من قاعدة السلسلة. أصبحت بالضبط نفس الشيء. ثم أخذ الطول طبعا دي ألفا على الدي تي هو نفسه دي اس على الدي تي. طبعا تذكرون أخذناها فيما سبق لي نفس اللي هي دي اس على الدي تي هي الالفا شرطة اللي هي نفسها دي الفا على الدي تي، والدي اس على الدي تي هي نفسها دي الفا على طول الدي الفا على الدي تي اللي هي يعني ممكن هذه تصبح دي اس على الدي تي، وهذا ايضا هذا المقدار هو نفسه الدي اس على الدي تي. يعني اصبحت مكتوب باللون الاحمر، هذه نزلناها زي ما هي، هذه زي ما هي لانها اكبر من الصفر، وهذه قيمتها هي نفسها الدي اس على الدي تي، وهي كمية اكبر من الصفر. نحذف هذه مع هذه تصبح دي بيتا على الدي اس طولها يساوي الواحد. يعني أن البيتا ممثل باستخدام طول القوس، وهذا يثبت أنه إذا كان المنحنى منتظم فإنه يوجد له بيتا ممثل باستخدام طول القوس. إذن في هذا الجزء أثبتنا أنه فعلا توجد الفاي. أما في هذا الجزء أثبتنا أنه البيتا ممثل باستخدام طول القوس. وفكرة الألفا كيف جبناها؟ أنها تساوي الاس انفيرس.
والاس اصلا استخدمنا دالة طول القوس، وبالتالي اي منحنى منتظم يمكن اعادة تمثيله بارامتريا باستخدام طول القوس. شكرا لكم.